بص هقول لك على حاجه، خلينا نبقى متفقين يعني حياتنا حلوه بالمشاركه وبالحب والكلام الجميل ده كله، بس في حاجات معينه بتاعتي لوحدي، مثلا ان انا نازل اقعد مع صحابي على القهوه، قعدتي مع صحابي على القهوه دي بتاعتي ولازم هتحصل، ما فيهاش بقى ان مش عارف ايه وهنزل هقعد على القهوه هلعب بقى بوليت استيميشن هشد حق، يعني مشكلتي انت مش فاضي لي بس فاضي تلعب مش عارف ايه، يعني انت مش تعبان ننزل نجيب لا مش تعبان في الاستيميشن، انا قاعد في القهوه ما بعملش حاجه، ما فيهاش اي مجهود لا بدني ولا عقلي، انما انت ان انا انزل اشتري معاك حاجه ولا انزل اعمل حاجه بتلففيني من مصر كلها عشان نعمل حاجه بتخلص في دقيقتين بغض النظر يعني، ومش لازم كل 5 دقايق تتصلي بقى تقولي انت عملت ايه يا حبيبي، ما انا انا بلعب يا بكسب يا بخسر، بلاش القهوه ما تجيش تقولي لي انت ده ماتش مش مهم او ماتش مين وما انت ما تشغليش بالك هتفرج، عايزه التلفزيون عشان تتفرجي على مسلسل تركي او متابعه، عايزه تشوفي مستر ادهم عمل ايه الفريده ولا بيري عملت شعرها مش عارف ازاي الحلقه دي، ما بقول لك قولي لي قولي لي عايزه اتفرج على، بس قولي لي قبليها بشويه عشان القهوه بتبقاش فاضيه، فهنزل اتفرج عليه في القهوه ما عنديش مشكلة خالص، بس هتفرج عليه، يعني هو الماتش أهم مني ومش أهم منك، لا هو أهم من أي حاجة تانية، لو عندي شغل بسيب شغل وأروح أتفرج على الماتش، لو رايح هسيب اللي أنا رايح وأتفرج على الماتش. 90 دقيقة بيجوا كل أسبوع مرة إذا ما كانش أقل من كده كمان، أنت بتقعدي كل يوم تتفرجي على حلقة ناس بيتكلموا حاجة وشنب وتتفرجي على الحلقة وقعدتها، فكك مني بقى، هما الساعة ونص اللي أنا هقعد أشرب كوباية الشاي وأتفرج فيهم على الماتش، سيبيني في حالي بقى خالص. وبعدين بتجيلنا ساعات كده ببقى عايز اقعد لوحدي كده اعمل كوبايه القهوه او كوبايه الشاي واقعد كده ما اعملش حاجه، طب انت قد ما بتعمل ايوه انا قد ما بعملش حاجه، عندي حاجات في دماغي عايزها تخرج فبخرجها في اللاشيء ده، قاعد بقى في البلكونه قاعد قدام التلفزيون قاعد في الحمام، يعني انا حر بقى في الحته اللي انا هلاقي دماغي فيها بتفضى هقعد فيها وهفضي دماغي، وما تجيش بعد كده تتضايق ان انا بكلمك وانت ما بقى انا مش عايز، وبقى يبقى باين في وشي ان انا قاعد مش عايز اتكلم فبلاش. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان رايح احنا صحيح انا بقول لكم كده ليه؟ عشان نسهل حياتنا حياتي وحياتك والموضوع بالنسبه لنا يبقى اسهل، وانت تبقي فاهمه فين امتى الاوقات اللي ابعد عنه خالص وامتى الاوقات اللي لما ابقى عايز انزل اجيب الهيل اللي هروح بيه مش عارف فين ده اجي اقول لك يا حبيبي انا عايز اعمل كذا كذا او عايزين نعمل حاجه، مش معنى كده ان انا بقول لك ان انا هرميكي طول الحياه وافضل اتفرج على ماتشات، دي حاجه بتيجي كل فين وفين بتحصل، والساعه اللي انا بنزل اقعدها على القهوه دي بقيت اليوم انا قاعد موجود، هي ساعه في اليوم والنص ساعه اللي بقعد اشرب فيها كوبايه الشاي دي ما بتبقاش كل يوم، بس ساعات بيجي لي وقت ببقى تعبان وعايز افضي دماغي، انتوا لما بتتعبوا بتيجوا تشتكوا لنا، انا لما بتعب ما بشتكلكيش بقعد هفش غلي في اللي انا بعمله فسيبيني اخرجه بعيد عني.